كثف النظام السوري اليوم هجمته على ريف حلب الشرقي ليرتكب مجزرة جديدة، إذ أفاد ناشطون أن غارات للنظام على مدينتي الباب ودير حافر أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص. وأشارت بعض التقارير إلى مقتل أكثر من 100 شخص في هذه الغارات، وضرب أحدها سوقا شعبيا في دير حافر. وقدر الناشطون عدد الغارات ب15 غارة شملت إلقاء براميل متفجرة. ومعنا من حلب الناشط الميداني بهاء الحلبي. بهاء، ماذا عن تفاصيل المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات النظام على ريف حلب وما حصيلة القتلى إلى حدود الساعة؟ نعم، أهلا بكم. بالحقيقة اليوم ريف الشرقي ودع أكثر من 100 شخصا بين شهيد وجريحة، حصيلة حتى اللحظة من الشهداء هي أكثر من 100، وحصيلة من الجرحى هي أكثر من 150. بالنسبة للمناطق التي تعرضت للقصف هي مدينة باب التي تقع الشرق أو في الريف الشرقي، وأيضا بلدة دير الحافر. بالنسبة لمدينة الباب تعرضت لقصف ب 12 برميل متفجر وسبعة غارات من الطيران الحربي السوري منذ صباح اليوم الظهيرة. المناطق التي تعرضت للقصف في مدينة الباب هي جامع أسامة بن زيد، أيضا عكسة السالق وشارع البغزال والجامع الكبير وجامع عمر بن الخطاب وسوق فلهال وأيضا جمعية النزهة ونادي الباب الرياضي وشعبة الحزب وجامع أبو بكر الصديق وأيضا السراد المحلق وصالة نصف الدنيا. هذه المناطق كانت قد تعرضت للقصف، وأكثر المناطق التي نزف فيها الشهداء هي سوق الهال الذي يقع شرق المدينة. راح ضحية المجزرة حتى اللحظة هي 80 شهيد وعشرات الجرحى. في بلدة دير حافر ايضا تعرض بقصف عنيف جدا بغارات الطيران الحربي بالصواريخ، وحتى هناك 20 شهيد. شكرا جزيلا لك بهاء الحلبي الناشط الاعلامي، كنت معنا من ريف حلب.